في ذلك اذا التفتوا الى هذا الاصل الاول طبعا هذه الايه هذا هذا الاصل لا فقط نحتاج اليه هنا نحتاج اليه في كثير يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين من هم الصادقون نعم. هل هو كل شيء كل عام كل, يدعي. كل هكذا فاذا وردت روايات خاصه صحيحه صريحه متفق عليها تقول ان المراد من الصادقين هم هؤلاء او فيما يتعلق بقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم بماذا كمل الدين اذا قال رسول الله كمل الدين بكذا بعد لا يحق لنا ان نذهب يمينا ويسارا ونتكلم او اذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم من هم اولي الامر لا يحق لنا ان نذهب يمينا اذا قال رسول الله المراد من أولي الامر من هؤلاء نعم. اذا اعزائي الكرام هذه قاعده بودي خصوصا لاهل العلم خصوصا للذين يتحاورون هنا وهناك فليلتفتوا الى هذا الاصل انه في مثل هذه الموارد كما في موردنا وهو قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت من هم اهل البيت اول لابد ان نسال نسال من؟ رسول نسال الله. الرسول صلى الله عليه وآله لماذا؟ لان نعم. لان الرسول هو المبين للقران لتبين للناس ما نزل اليهم, إليهم. وحيث ان القران قال ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى عند ذلك يجب الاخذ بكل ما اتانا به رسول, رسول الله. الله صلى الله عليه ما ما أتاكم فلهذا ينبغي الأخذ بما أتانا به وما الآية المباركة أتاكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فأنته وعشرات الآيات التي تكلمت في هذا الإطار أحسن. خب إذا كان الأمر كذلك يأتي هذا السؤال التفتوا لي جيدا وهو أنه لو فرضنا أن النص النبوي جاء بنحو ونحن فهمنا من ظاهر الايه من سياق الايه من القرائن المحيطه بالايه او من ايات اخرى شيئا اخر ايهما يقدم الجواب الذي يقدم هو سنه ماذا سنه أصول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعباره اخرى يحصل هناك تعارض بين فهمنا للايه وبين بيان رسول الله أيهما يقدم أنا لا أتصور أنه يوجد هناك مسلم عاقل ملتفت يقول أنه يقدم فهمي على ما جاء ماذا من رسول الله نعم. وهؤلاء الذين يخرجون على الفضائيات أو الذين يتداخلون في هذا البرنامج أو الذين في المواقع أو الذين يكتبون أصحاب الأقلام الغريب منهم نعم. أنهم تقول لهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أن هذه الآية تشمل هؤلاء خاصة خاصتي فقط هؤلاء نعم. ها آه؟ يقول ماذا تقولون في سياق الآية ماذا تقولون في إبراهيم عندما عبر عنه القرآن أهل البيت وت... نعم. شيء غريب وقع رسول الله, رسول الله الكساء ي... ويفعل. يحيطهم بكساء بثوب يقول اللهم هؤلاء أهل بيتي نعم. إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي. وخاصتي ولكن يقول ماذا تقول في السياق ولذا هذه القضية التفت إليها أهل العلم واقعاً كل من بحث هذه المسألة ويتذكر المشاهد الكريم في الحلقة السابقة قلنا أن العلامة الألباني في الرسالة التي قرأنا فيها دور السنة بيّن بأنه أساساً السنة هي المقدمة نعم. هذا المعنى بشكل واضح وصريح أيضاً ذكره الشيخ ابن تيمية ولكن مع الأسف الشديد لم يلتزم به ولكن ذكر أصل القاعدة نعم. هذا المعنى القاعدة جاءت في كتابه عرش الرحمن وما ورد فيه من الآيات والأحاديث تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية المملكة العربية السعودية الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة طبع الكتاب 1419 في الجزء الثاني من هذا الكتاب في صفحة 31 التفتوا ما هي عبارة الشيخ ابن تيمية يقول وأما السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القران التفتوا يقول تارة ان السنه مفسره لظاهر القران كما في اعداد الصلاه واعداد ركعاتها ونصب الزكاه وصفه الحج والعمره وغير ذلك من الاحكام التي لم تعلم الا بتفسير السنه، من الواضح انه لا يوجد تعارض هنا بين السنه وبين ظاهر الكتاب، لان السنه مفسره للكتاب. واما السنه المتواتره التي لا تفسر ظاهر القران او يقال تخالف ظاهره يعني بحسب فهمنا نتصور انه هذا الذي يقوله رسول الله خلاف ماذا خلاف السياق كالسنه في تقدير نصاب السرقه ورجم الزاني وغير ذلك فمذهب جميع السلف العمل بها أيضا. نعم. يعني الآن لو كانت النصوص الصحيحة تقول المراد مصداق أهل البيت هو رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وافترضوا أن سياق الآية ماذا يخالف يقول يخالف هذا بأيهما نعمل الجواب صريحا يقول يقول علماء السلف ماذا يقولون يجب العمل بالسنة ولا ولا نعتمد على ما فهمناه من ظاهر القرآن يقول إلا الخوارج فإذا أولئك الذين يقدمون فهمهم للقران على على السنه النبويه قولا او فعلا خوارج فهم ماذا خوارج فهم خوارج فان من قولهم او قول بعضهم مخالفه السنه حيث قال اولهم للنبي في وجهه ان هذه القسمه ما اريد بها وجه الله ويحكى عنهم انه لا يتبعونه صلى الله عليه واله الا فيما بلغه عن الله من القران والسنه المفسره ماذا للقران يعني القسم الاول لا القسم الثاني نعم. يقول واما ظاهر القران اذا خالفه الرسول فلا يعملون الا بظاهر القران ويتركون ماذا ما جاء فرسل. في السنة نعم. و لهذا كانوا مارقة مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية نعم. جيد جدا بعد القاعدة اتضحت إذن اسال الان انا واقعا هذه الدعوه الان لم اتاكد منها هو رجل معروف الشيخ ابن تيميه في اتهامه يمينا ويسارا ان الخوارج هكذا يقولون او لا الان ليس كلامي في هذا كلامي في هذا الاصل الذي اسسه وهو انه اذا فهمنا من ظاهر القران شيء وقالت السنه الصحيحه الصريحه المتفق عليها شيئا اخر اخر فالتقديم لمن؟ لسنه رسول الله حتى لو وقع ماذا؟ التعارض في ذلك، وهذا ما هو في حديثنا، نعم. يعني حتى لو فرضنا ان ظاهر القران ان سياق الايه يقول بشمول هذه الايه لنساء ماذا؟ رسول لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازواجه عندما يأتي النص بالتخصيص وبالحصر إذا يعمل بهذا الظاهر أو أبداً، لا يعمل أبداً. هذا مضافا إلا أنه سيتضح لاحقا أنه أساسا السياق ماذا لا, يد... لا يؤد لا يدل على ذلك كما ستتضح لاحقا هذا هو الأصل الأول اللي كان بيودي أن أشير إليه في المقدمة نعم. الاصل الثاني الذي لا بد ان يلتفت اليه إخواني الاعزاء ايها المشاهد الكريم في 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 شرق الارض وغربه في كل العالم الاسلامي في البلدان الاسلاميه في البلدان العربيه اعزائي هذه القضيه التي نحن بصدد بحثها تقوم على هذا الاصل وهو انه نحن لا نتكلم في المراد من اهل البيت لغه ولا المراد منه استعمالا بحسب العرف او الفقه او الدين او الايمان وانما حديثنا في خصوص هذه الايه وهي قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت هل ان رسول الله طبقها على اناس معينين وحصرها بهم ام لا؟ نحن قلنا أن ما نفهمه من النصوص ومن كلمات أعلام المسلمين أنهم ميزوا بين عنوان أهل البيت لغةً اصطلاحاً عرفاً فقهاً وبين أهل البيت في هذه في الآية آية. نحن لا نقول أنه في العرف أو في اللغة او في الاستعمال الفقهي لا يطلق عنوان اهلي او اهل البيت على نساء الانسان لا لا على نساء الصحابه الرجل. كما ذكرتم في الحلقه لا اشكال بل شمل ماذا الصحابة من الصحابه ده. كما في واثله وقرانا الروايه لا يا اخي العزيز بل نتكلم ان هذه الايه هل هو المراد منها المعنى اللغوي المعنى الفقهي المعنى العرفي أو أن رسول الله حصرها بأشخاص ماذا معين. معينين دعوانا أنه حصرها بأشخاص معينين معين. والنصوص التي قرأناها خير شاهد على الله ذلك أحسنتم سمح سيد صار واضحا طيب هل هناك من صرح من أعلام أهل السنة والجماعة بالتفريق بين أهل البيت آه يعني بشكل عام وبين أهل البيت في هذه الآية نعم في الحلقة السابقة واقعا قلنا بأن العلامة الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الرابع صفحة ثلاثمائة وأربعة وخمسين اتهم الشيعة باتهام واقع خطير إذا كان الإنسان له دقة ودين وتقوى لا يمكن ان تصدر منه هذه الكلمات ولكن صدرت قال وتخصيص الشيعه اهل البيت في الايه بعلي وفاطمه والحسن والحسين دون نسائه صلى الله عليه واله من تحريفهم لايات الله تعالى انتصارا لاهوائهم كما هو مشروح ماذا في موضعه اذا قال ان دعوى الاختصاص وان المراد من اهل البيت فقط هؤلاء الاربعه هذه ما هي محب. هذه من مبتدعات الشيعة. الشيعة انتصارا لاهوائهم ومن تحريفهم لايات القران يعني وحاول وحاول ان يقول ان الامام الطحاوي ايضا قال ذلك هذا يتذكره المشاهد الكريم نحن في هذه الليله واقعا كما قلنا في الحلقه السابقه قلنا ان الامام الطحاوي في شرح مشكل الاثار بشكل واضح وصريح ماذا قال نعم. ليرتبطوا بالجواب عن السؤال نعم. بشكل واضح وصريح في الجزء الثاني في شرح مشكل الآثار للإمام المحدث الفقيه الطحاوي المجلد الثاني صفحة 247 التفت هاي عبارته قال لأن قد أحطنا علماً ان رسول الله صلى الله عليه واله لما دعا من دعا من اهله عند نزولها لم يبق من اهله المرادين فيها اي في الايه احدا سواهم يعني هؤلاء الاربعه واذا كان ذلك كذلك استحال ان يدخل معهم فيما اريدت به سواهم محسن. اصلا من المحال واقعيا بان ندخل غير هؤلاء مم. الاربعه في هؤلاء الاربعه وفيما ذكرنا من ذلك بيان ما وصفنا والعجيب كان البعض يقول ماذا تفعلون بالسياق يا اخي هاي علماء الاسلام التفتوا قال فان قال قائل فان كتاب الله يدل على ان ازواج النبي هم المقصودون بتلك الايه لانه قال قبلها في السوره يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن الى قوله يا نساء النبي لستن الى قوله الجاهليه فكان ذلك كله يردن به لانه على خطاب النساء لا على خطاب الرجال ثم قال انما فكان جوابنا أن الذي تلاه إلى آخره ما قبل قوله خطاب لأزواجه وبعد ذلك خطاب ماذا؟ لأهل البيت لأهل البيت نعم. وهذا غير غير ذلك نعم. نعم. شيء غريب يعني كأن كأنه يقولون كأن علماء المسلمين لم يلتفتوا لا يا أخي أباني. التفتوا ولذا نجد أنه في المختصر يعني في المعتصر من المختصر من مشكل الآثار اللي قلنا مشكل الآثار للطحاوي والمعتصر للقاضي الحنفي والمختصر للقاضي المالكي قلنا في الجزء الثاني صفحة 267 بعد أن ذكر قال والكلام لخطاب أزواج النبي تم عند قوله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وقوله إنما يريد الله استئناف نعم كلام جديد كلام جديد مع أنه نصف آية نعم ولكن هؤلاء كبار علماء الآية تتحمل مدالين كثير هسه يأتي بعد ذلك أنه هذا ممكن أو غير ممكن إن شاء الله سيأتي من ابن سعيد الطوفي الحنبلي يقول كم له نظير في القرآن الكريم يقول استئناف تشريفا لأهل البيت وترفيعا لمقدارهم أراد أن يميز هؤلاء عن ماذا؟ عن أولئك بعبارة أخرى هذه الآية المباركة أرادت أن تقول هذا البيت له خصوصية غير تلك البيوت ولذا قلنا في حلقات سابقة أنه عندما يتكلم عن نساء النبي يقول بيوتكن ولكن عندما يتكلم عن هذا البيت يقول أهل البيت لماذا؟ لماذا؟ اذا دا يتكلم عن نساء النبي وانتم تقولون التفتوا الى هذه النقطه الوقت ضيق واقعا انا ما عندي مجال ادخل في التفاصيل اذا كان كما يقول البعض انه انما ذكر الضمير لادخال من الرجال لادخال الرجال مو لاخراج نساء نعم. النبي الجواب كان عليه ان يجمع البيوت لا ان يفرد ماذا نعم. ان يفرد البيت ليجمع إلى نساء بيوت نساء النبي بيت علي نعم. وفاطمة خب بيوت نساء النبي وبيت علي وفاطمة فرد لو جمع أحسنت. وكان مفروض أن يجمع ماذا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس يا أهل بيوت النبي جميعا أحسنت. لا يقول بيوتكم كما قال لا تدخل بيوت النبي إذا إذا بيوت حتى يشمل ماذا؟ حتى بيت علي وفاطمة ولكن نجد أن الآية ماذا فعلت؟ خصت هؤلاء ببيت واحد ولكن عندما تكلم، اذا علماء المسلمين التفتوا بشكل واضح وصريح بانه اساسا هذا انتهى فيما يتعلق بنساء النبي الى ذاك، التفتوا لي جيدا نفس هذا الامام الطحاوي الذي قال ان هذه الايه مرتبطه بمن؟ بنساء النبي نفسه لا. هو نفس عفوا يقول أنها مختصة بهؤلاء لا. الخمسة ولا تشمل نساء النبي لا. نجده في صفحة 245 وخمسة من الكتاب ماذا يقول يقول فدل ما روينا في هذه الآثار مما كان من رسول الله إلى أم سلمة فيها لم يرد به أنها كانت ممن أريد به مما في الآية المتلوة في هذا الباب قال نعم من وأن ولا المرادين بما فيها هم رسول الله وعلي وفاطمة وحسن وحسين عليهم السلام دون سواهم ثم نفسه قال بانه قال لواثلة ماذا قال لواثل انت من اهلي انت من اهلي لذا يقول وواثلة ابعد منه عليه السلام من ام سلمة لانه انما هو رجل من فلان وفاثر فكان قوله لواثلة انت من اهلي على معنى الايمان فمثل ذلك أيضا ما كان من رسول الله جوابا لأم سلمة: أنت من أهلي، إذا هو ملتفت أنه يطلق على أم سلمة أنها ماذا؟ من أهلي ولكن على المعنى الذي أطلق على واثلة مو على المعنى الذي مراد أهل البيت في الآية المباركة ولذا نجده في صفحة 238 من الكتاب يقول عن عائشة أن رسول الله في حديث الإفك قام على المنبر ثم قال قد بلغ أذاه من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهلي فيقول فكان قوله من يعذرني يعني في زوجته فكان في ذلك ما قد دل على أن الزوجة تسمى بهذا الاسم فيحتمل أن يكون قوله لأم سلمة أنت من أهلي من هذا المعنى من هذا القبيل حسن أن من أهلي وهكذا إذا أعزائي الكرام هذا الإمام الطحاوي مع انه يخصص اهل البيت بهؤلاء الخمسه ولكن يص... يقول يصدق ماذا يصدق على نسائه انه من اهله ولكن هذا شيء وذاك ماذا وذاك شيء اخر هذه قضيه القضيه او المورد الثاني الذي صرح وهو ما جاء في كتاب الشريعه للاجري كتاب الشريعه للاجري يتذكر المشاهد الكريم في الحلقه السابقه في المجلد الخامس صفحه كتاب كتاب الشريعه للامام الاجري المتوفى سنه 360 من الهجره الطبعه الثانيه هناك في صفحه الفين وخمسه انا بودي ان المشاهد الكريم يلتفت في صفحه الفين وخمسه ماذا قال قال ذكر قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قال محمد بن الحسين يعني الآجري م. هم الأربعة هؤلاء يعني من؟ يعني الفضل. فاطمة حووا جميع الشرف واقعا هذه الآية لا نظير لها لأحد من من, من من اهل الانبياء في القران يعني لا آل عمران لا نو ابدا ابدا فقط الله تكلم عن ال البيت وعن اهل البيت بلغه انما يريد الله والا لا يوجد عندنا في القران تكلمت عن ال عمران او ال موسى أو, او بهذه اللغه أحسن. ولذا قال حووا جميع الشرف وهم علي بن ابي طالب وفاطمه والحسني والحسين رضي الله عنه التفتوا وين يتكلم في قوله انما يريد الله ولكن نفس الامام الاجري عندما ياتي في صفحه الفين و276 التفتوا الى العباره يعني الباب 220 يقول ذكر ايجاب حب بني هاشم اهل بيت النبي احسنت على جميع المؤمنين خب ايها الاجري ايها الامام من هم هؤلاء الذين يجب تجب محبتهم؟ قال واجب على كل مؤمن ومؤمنه محبه اهل بيت رسول الله بنو هاشم علي بن أبي طالب وولده وذريته وفاطمة وولدها وذريتها والحسن والحسين وأولادهما وذريتهما وجعفر الطيار وولده وذريته وحمزة وولده والعباس وولده وذريته هؤلاء هم هؤلاء أهل بيت رسول الله لكن غير المطهرين ولكن غير آية التطهير بحسنك. أعزائي التفتوا ولذا ما عنوان الباب بإنما يريد الله بحسنك. أما هناك عنوان الباب ماذا خاص بهؤلاء أعزائي E... التفتوا الى كلمات علماء المسلمين اولئك الذين يبحثون عن الحقيقه وانا اتصور ان 99% من من المسلمين يبحثون ماذا بمختلف اتجاهاتهم الله يعلم اقولها صادقه صريحه حتى اتباع الوهابيه ومن تيميه لا يعلمون هذه الحقائق نعم. في هذه الكتب ولذا اوجه كلامي اليهم اذهبوا الى هذه الكتب اقراوها بشكل واضح وصريح سيتضح لكم ان هؤلاء بقى. يعني <سؤال> نعم يعني هم يعني ابو رسول الله واهله يعني ابائه من من اهل بيتي حتما وهم يقولون انهم كفار من اهل النار فكيف طهروا بهذه الايه على إله هم يقولون عندنا دليل خاص يعني جوابهم هذا ولكن احنا عندنا ادله اقوى نعم. هذا بحث اخر ولكنه المهم ان الامام الاجري يميز بين اهل البيت في ايه التطير وبين محبه بني هاشم اهل بيتي النبي هذا من الموارد التي هذا هو المورد الثاني إذن المورد الاول عم. وهو انه ما ذكره في مشكل الاثار الامام الطحاوي وتابعه على ذلك الـ 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 الحنبلي يعني القاضي ابو المحاسن الحنف الحنبلي عفوا الحنفي والقاضي المالكي بعض الاخوه الاعزاء قالوا لي من اين تقول بانه وافقاه على ذلك هذا كلامه فقط الطحاوي من اين تقول ان الحن... ابو المحاسن الحنفي والقاضي المالكي ايضا وافقا؟ الجواب هو ما ورد في الجزء الاول من كتاب المعتصر من المختصر هناك في الجزء الاول صفحه اربعه يقول وفي اثناء الكلام اشير الى اعتراضات القاضي واستدراكاته والى اجوبه بعضها مع ايراد جميع ما زاد فيه يعني لو كان القاضي مخالفا لكان يقول نعم وحيث لم يقل هنا نعم اذن هو موافق ونحن ايضا نوافقه فيما قال إذا القضيه واضحه وممن التفتوا لجيدا وممن صرح بهذا الاختصاص وبهذا التمييز التفتوا جيدا من كبار علماء المسلمين هو ما جاء في كتاب لا. الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين تأليف أبي منصور عبد الرحمن ابن عساكر الشافعي المتوفى ستمائة وعشرين من الهجرة تحقيق سعد عبد الغفار علي دار أضواء السلف من نفائس المخطوطات أيضا أشيروا إلى الطبعة أنا أولا وهي المطبوعة في سنة الطبعة الأولى سنة 1429 رقم الإيداع بدار الكتب المصرية دار أضواء السلف جمهورية مصر العربية القاهرة قبل ان اقرأ ما ورد لابن عساكر الشافعي بودي ان المشاهد الكريم يلتفت الى ترجمه ترجمه هذا الرجل. ترجمته وردت في كتاب سير اعلام النبلاء الجزء الثاني والعشرون مؤسسه الرساله في صفحه 187 يقول في الرقم 127 الشيخ الإمام العالم القدوة المفتي شيخ الشافعية فخر الدين أبو منصور عبد الرحمن الدمشقي الشافعي ثم يقول في صفحة 188 وكان فخر الدين لا يمل الشخص من النظر اليه لحسن سمته ونور وجهه ولطفه وكان لا يفتر من الذكر وكان وكان الى غير ذلك ترجمته وردت في موارد متعدده والان لا. اكتفي بهذا طيب. ماذا يقول هذا العلم الكبير طبعا هذا ابن اخت صاحب التاريخ ابن عساكر, ابن عساكر كما لا. اشار اليه في وفيات الاعيان لابن خلكان وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان المتوفى 681 من الهجرة حققه الدكتور إحسان عباس المجلد الثالث صفحة 135 يقول بأنه هو وهو ابن أخي عفوا أنا قلت ابن أخت لا ابن أخي وهو ابن أخي الحافظ أبي القاسم علي بن عساكر صاحب تأريخ دمشق فإذا صاحب تاريخ دمشق يكون يكون عمه جيد يشير إلى أنه كان إمام وقته في علمه ودينه و و إلى غير ذلك انظروا ماذا يقول هذا العلم من أعلام المسلمين وهو أيضا ملتفت إلى التمييز بين أهل البيت في الآية وبين أهل البيت بشكل عام يعني في الاستعمالات الفقهية أو اللغوية أو العرفية في هذا الكتاب وهو كتاب الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين في صفحة مئة وثلاثة في صفحة مئة واثنين وصفحة مئة وواحد بعد أن ينقل الآية المباركة التفتوا جيدا يقول قال نزلت هذه الآية في بيتي عن أم سلمة قلت يا رسول الله ألست من أهل البيت قال إنك إلى خير إنك من أزواج رسول الله قالت واهل البيت رسول الله وعلي وفاطمه والحسن والحسين هذا حديث صحيح وقد روي من وجه اخر دون ذكر ام سلمه قلت يا رسول الله وقد رواه ابو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري صحب النبي وروى عنه الكثير الى ان يقول روى عنه وقولها قول من؟ قول أم, سلم. أم سلمة وقولها وأهل البيت هؤلاء الذين ذكرتهم إشارة إلى الذين وجدوا في البيت في تلك الحالة هؤلاء هم أهل البيت وإلا فآل رسول الله صلى الله عليه كلهم أهل البيت والايه نزلت خاصه في حق هؤلاء المذكورين. انا لا اتصور بعد لا قصر تصريح. رسول الله في التاريخ بلي بلي لا. نعم من الناحيه اللغويه العرفيه الفقهيه المحبه الموده كما قلنا قرانا من, 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 من الاجري في كتاب الشريعه نعم. في المحبه نعم يتوسع ليشمل كل هؤلاء ولكن هذا بحثون وأنه من المراد بهذه الآية بحث آخر ولذا يقول والآية خا... نزلت خاصة في حق هؤلاء المذكورين والله أعلم إذا مختصة بمن؟ بهؤلاء الأربعة بهؤلاء الخمسة وهذا المعنى الذي أشرنا إليه لا يتبادر إلى ذهن المشاهد الكريم أننا نريد فقط أن نستند إلى كلمات القوم، لأنه قد يقول وهذا إشكال دائما يشار إليه، أنتم لا تقبلون كلمات الصحابة، أنتم لا تقبلون عدالة الصحابة، لماذا تستدلون ]نا. بروايات الصحابة؟ الجواب واقعا لأن هذه الحقيقة نحن ثابتة عندنا من طرقنا بها و... و... لا لا ثابتة من طرقنا انما نستدل من رواياتكم إلزامكم هذا اولا وثانيا لما ذكرناه مرارا وتكرارا انه اذا كانت روايات صحيحه صريحه متفق عليها من باب ان امتي لا تجتمع على ضلاله هذا المعنى بشكل واضح وصريح أيضا جاء في كلمات علمائنا الأكابر يعني في كتاب جواهر الكلام دار الكتب الإسلامية في من كبار أعلام الفقهاء الإمامية في المجلد الثامن والعشرين في المجلد الثامن والعشرين من الكتاب في الصفحة ثلاثمائة وستة وثمانين وثلاثمائة وسبعة وثمانين يقول لو أوصى لقومه نعم. لو ان شخصا قال اوصي لقومي كذا من يدخل فيه قال يدخل فيه اهل لغته نعم. ثم قال ولو قال لاهل بيته اوصى لاهل بيت. بيته من يدخل في عنوان أهل البيت التفتوا جيدا قال يدخل فيهم الآباء والأولاد وإن نزلوا والأجداد وإن علوا قطعا بل الظاهر دخول الأعمام وأولادهم بل عن تذكرة الفاضل تفسيره فلان أخوال كلهم يدخلون خب سؤال يا شيخنا يا مولانا مقصودك يعني اهل البيت يقول لا هذا لا علاقه له وعلى كل حال فالاقوى الرجوع الى عرف بلد الموصي ومع انتفائه يدخل واما اهل بيت النبي فانهم اخص من ذلك احسنت بالروايه الوارده عنه صلى الله عليه وسلم بالنص الصحيح بالنص الصحيح الصريح يعم. إذن لا يذهب ذاهم يمينا ويسارا أنهم أنتم لماذا تستدلون بكلمة بودي هنا كلمة قيمة إن شاء الله حتى نذهب من... إلى فاصل إن طيب نشاهد الكرام فاصل ونعود إليكم تابعونا مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام ومرحبا بسماح السيد مرحبا بكم سماح السيد اذا كانت لديكم نكته تودون ذكرها نعم هذه القضيه انا مره اخرى اقول انه نحن عندما نستدل بكلمات الصحابه وبكلماتهم لا نريد اولا للامانه اقول لا اريد ان اقول ان كل ما ذكروه هو غير صحيح ولا نقبله لا لا ولكنه لا يستطيع ان احد ان يلزمنا بالموجبه الكليه يقول كل ما قالوه الصحابه لابد ان تقبلوه إذا لم نقبل كل ما يقول لماذا نستدل هذا ما ورد في كتاب إن شاء الله سأبينه شرح مختصر الروضة لابن سعيد الحنبلي لابن سعيد الطوفي عفوا الحنبلي يقول فإن قيل أنتم لا تقبلون رواية الصحابة في الجزء الثالث صفحة 113 أعيدها شرح مختصر الروضة لابن سعيد الطوفي الذي بعد ذلك ستأتي ترجمته يقول فإن قيل انتم لا تقبلون يعني الشيعة لا تقبلون روايه الصحابه فكيف قبلتموها في تخصيص اهل البيت بمن ذكرتم نعم وهم ليسوا بحجه عليكم عليكم نعم قلنا يعني الشيعة يجيبون هكذا الطوفي الحنبلي نعم. يجيب جواب من؟ جو جواب الشيعة يقول نحن إنما أوردنا ذلك من طريق الصحابة إلزاما لكم بما برواية من لا تقدرون على اطراح روايته نعم. أنتم نعم. لا تستطيعون إسقاط روايته لأنكم تعتقدون بعدالة الصحابة جميعا بما لا اعتمادا منا عليها وإنما اعتمدنا على تواتر ذلك عندنا من طريق أهل البيت أحسن نحن طيب. هذه الحقيقة الثابتة عندنا من أي طريق؟ من طريق أهل البيت أحسن إذن طيب. لماذا نستدل بهذا؟ لتحصيل الإجماع أحسن طيب. لتحصيل ماذا؟ الإلزام قال ومن تقبل روايته لكن لو استدللنا نحن الشيعة عليكم بذلك ربما منعتمونها فاحتججنا عليكم بما تقبلون وجعلنا ذلك مؤكدا لما عندنا لا مستقلا بالاعتماد كم. قل علي... عندكم التوراه فاتلوها احتج عليهم التوراه اذن يمنع. اعزائي الكرام نحن وجدنا ان علماء المسلمين شيعه وسنه اتباع مدرسه اهل البيت وأهل السنة والجماعة الجماعة عموما اتفقوا على هذه الحقيقة أنهم ميزوا جيدا بين أهل البيت في آية التطهير وهذه لا تشمل غير هؤلاء الخمسة أحسن. وهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين وبين أهل البيت أو أهلي بمعناه اللغوي أو الاستعمالات العرفية والفقهية والإيمانية فإنها أعم نعم. من ذلك أحسنتم, أحسنتم. طيب صار واضحا سماحة السيد نعم طيب هل يوجد اعلام اخرون يعني صرحوا بحصر هذه الايه في هؤلاء الخمسه جيد جدا نعم في الواقع بانه هذه القضية من القضايا التي تستحق ان نقف عندها قليلا هذه الليلة، احنا ذكرنا اشرنا الى مجموعة من الاعلام خلافا لما قاله العلامة الالباني ان الشيعة خصصوها بهؤلاء تبعا لاهوائهم ولتحريفهم ايات القران الكريم، تبين لا ليسوا الشيعة هم الذين خصصوها، يعني نصحح معلومة الالباني وان كان في عالم البرزخ سوف يؤاخذ على كلامي هذا ان لم يكن متتبعا لأنه نحن نجده في موارد أخرى يتتبع بشكل دقيق يستقصر. ولكنه عندما تصل إلى هذه القضية واقعا الألباني ولا يتتبع ويتهم هذه الاتهامات وينقل وينقله بشكل غير دقيق عن الإمام الطحاوي هذا الكلام يقينا ستكتب شهادتهم ويسألون يوم القيامة أو في البرزخ الآن في عالم البرزخ سوف يسأل عن هذه القضايا لأنه عبارته جدا كانت مؤلمه وهو ان الشيعة خصصوها وان هذا من تحريفهم لايات القران تبعا لأهوائهم والآن اتضح بأنه الآجري وابن عساكر والطحاوي, والطحاوي وغيره وغيره كلهم صرحوا نعم. بأنه كلهم قالوا ماذا بأنه ينبغي أن نميز بين أهل البيت في الآية وبين أهل البيت بشكل عام. نعم. ومن أولئك الذين صرحوا ووقفوا عند هذه الآية إن شاء الله الوقت يسعني إن شاء الله تعالى نعم. ومن أولئك الذين وقفوا عند هذه الآية بشكل مفصل وواقعا هنا أدعو أهل التحقيق أهل العلم مراجعة هذا البحث في كتاب شرح مختصر الروضة تأليف نجم الدين أبي الربيع ابن سعيد الطوفي المتوفى الحنبلي طبعا المتوفى سنة 716 من الهجرة تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الجزء الأول مؤسسة الرسالة أيضا لا بد من الإشارة إلى الطبعة أيضا وهي الطبعة الرابعة سنة 1424 من الهجرة هناك أولا في المقدمة بودي أن أشير إلى الترجمة من هو ابن سعيد الطوفى الحنبلي؟ المترجم هو عبد العال عطوه أستاذ ورئيس قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. طيب. إذن المترجم ماذا؟ من أتباع السلفية ومن أتباع ابن تيمية والوهابية؟ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية انظروا ماذا يقول عن هذا الرجل في صفحة عشرة هسا أنا قلت من أتباعه واقعا الآن لم أتحقق حتى أكون دقيقا في هذا المهم أحد الأساتذة في تلك الديار يقول والطوفي فقيه حنبلي جاءت كل مؤلفاته في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ويعده المرداوي من كبار فقهاء الحنابلة ضمن أصحاب الإمام ذوي الرأي والاجتهاد في المذهب إذا أحد كبار أئمة الحنابلة ثم يقول في الصفحة 16 من المقدمة يقول وأخيرا بأدي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذا الكلمة وأخيرا أحب ان انبه الى امرين ان نجم الدين الطوفي قد اتهمه العلامه ابن رجب بالتشيع انا اقول هذا الكلام لانه غدا سيخرجون على الفضائيات وياخذون هذا الكتاب ويقولون انه سيد الحيدري يدلس على الناس يقرأ كتاب الشيعه ويقول انه كتاب ماذا نعم. كتاب من اهل السنه وانا قرأت انه كان من ائمه الحنابله نعم. ولكن ابن رجب اتهمه بالتشيع ودافع التفتول جيدا ودافع عن هذه التهمة بعض الباحثين المعاصرين في رسالة علمية أجيزت بدرجة الامتياز من جامعة القاهرة قال أنه لا هذه التهمة صحيحة أو غير صحيحة غير صحيحة ثم يقول المقدم عبد العال عطوه يعني رئيس قسم السياسه الشرعيه يقول وسواء صح هذا ام لم يصح يعني التهمه صحيحه او غير صحيحه فان شرحه لمختصر الروضه قد جاء كله جمله وتفصيلا على اصول مذهب الحنابل اذا هذا الكتاب الذي ننقل عنه ننقله على, على اساس الحنابل. ماذا على اصول الحنابل سواء كان الرجل شيعيا ام لم يكن هذه شهاده من هذا الرجل على ان كل ما في هذا الكتاب قائم على اساس نظريه اهل السنه والجماعه جيد فان شرحه قد جاء كله جمله وتفصيلا على اصول المذهب الحنابله ولا اثر للتشيع فيه في اي جزئيه منه نعم. يعني لا توجد اي مفرده فيها تاييد للشيعه، كل ما موجود هو من مباني ماذا؟ الفنان. اهل السنه. نعم. اهل السنه وانتم تعلمون هم يعتقدون ان الحلابلة هم صلب وقوام أهل, اهل السنه. احسنتم نعم. وكفى بهذا تقويما للكتاب. هسه احنا لا علاقه لنا واقعا الشخص بعد ذلك تشيع او لم يتشيع هذا تصريح من عبد العال عطو على ان كل ما في الكتاب قائم على اساس ماذا؟ نعم. على اساس مذهب الحنابله. الحنابل. طيب. عندي مجال؟ ان شاء الله اذكر الروايه حتى ندخل بعض الاتصالات. جيد نعم. في هذا الكتاب بشكل واضح وصريح لا اذا اكو مداخلات انا طيب استمع طيب. للمداخلات ما في نعم. مشكلة. طيب ثم نعود الى هذا الروايه ان شاء الله طيب فضل. معنا الاخ ناصر الشريف من السعوديه تفضلوا. نعم تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة عليكم الله السلام ورحمة الله كل إن شاء الله جميعا حياكم الله الله خيرا على المسلمين أجمعين إن شاء الله نعم ما أردت أن أقوله سدد الله خطاكم وفكركم وزاد استنصاركم فيما أنتم فيه ونحن من وراءكم بإذن الله ندعو لكم بالخفاء وبالجهر طيب سيرو نعم. سيرو ان شاء الله والنصره باذن الله لال محمد، نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وال محمد محمد. اخ ناصر من اي مدينه انتم؟ اخ ناصر من اي محافظه؟ وفي السنه فقط باغين نعم. اخ ناصر من اي مدينه انتم؟ من اي مدينه؟ انتم من مكه ما... مكرمة من مكه من مكه لا تنسانا من الدعاء هناك ان شاء الله ان شاء الله في موسم في الم... الحج في المسجد الحرام في, 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 الم... في المواضع التي يستجاب فيها الدعاء ومن في ومن جوار الحصين ومن جوار زمزم باذن الله باذن الله باذن الله أحسنتم شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللهم صل على سلمونا سلمونا من هنا نسلم الله يحفظكم اخي العزيز قادر على ان ينصر من الارض من الارض حياكم الله. من هنا شكرا. انا اقدم سلامي وتحياتي لك اخي العزيز ولكل المشاهدين الاعزاء في المك في مكه المكرمه والمدينه المنوره وجميع بلاد المسلمين وادعو الله سبحانه وتعالى ان لا ينسونا من الدعاء. ان شاء الله، معنا الاخ عماد من ايران، تفضلوا اخ عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام، عليك تحياتي للسيد الحيدري ومقدم البرنامج. حياكم الله، تفضلوا. اريد ان اوضح لو كان الكاتب المدعي ان الرسول صلى الله عليه وسلم ادخل الاربعه الطاهرين داخل الكساء طيب واشار عليهم واخصهم لان البقيه لم يكونوا حاضرين طيب في تلك الساعه طيب وفقط كان الحضور في تلك اللحظه طيب وام سلمه كانت حاضره وحاضرة نعم وحاضرة نعم, وحاضرة نعم إذن يعني اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نعم جمع اهل البيت في هذا هذا الاربعه غير الحسن والحسين وهذا الوسط، هل كان باستطاعه يعني الرسول لن يستطيع ان يامر الجميع بالحضور في, في تلك اللحظه او في غير نعم. وقت خاص غير أحسنتم. هذا الوقت نعم أحسنتم. ويخصهم كلهم نعم ويخصهم كلهم بال... احسنتم باهل البيت نعم احسنتم حياكم الله ما... حياكم الله حياكم الله والا لكان مقصرا في تبليغ ما اوحي اليه. الله، لا وتاييدا لكلام الاخ العزيز نعم. هو انه اساسا هذه الـ هذا الـ هذا العمل لم يصدر من النبي صلى الله عليه واله في مره واحده حسن. وفي زمان واحد، وانما تكررت. ستة اشهر واكثر وهو يقف على هذا حسنتم. الباب، وكان يقف ايضا مره واحده على باب عائشه مثلا او كان يقف على باب بعض حسنتم. ازواجه الاخر ويقول انما يريد الله، لماذا لم يفعل ذلك ولو لمرة واحدة؟ ثم كان كان بإمكانه أن يجمع كما تفضل الأخ أن يجمع نساءه في موضع آخر يقول هؤلاء ويغطيهم, ويغطيهم أيضا يقول أن هؤلاء أيضا يدخلنا لا أنه بإصرار يمنع أم سلمة ماذا أحسن. عن ذلك حتى أن أم سلمة تقول لو قال لي نعم لما عادلت لي عندي شيئا نعم معنا الأخ أبو عمار من السعودية تفضلوا نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله, رحمة الله. رحمة الله. عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل حياك الله دكتور سالم الشيخ. كمال الحيدري حياك الله, الله. الله. تفضل نعم كل عام وأنتم بخير وأنتم بخير إن شاء الله, الله. إن شاء الله. حياكم الله شيخ كمال الحيدري البعض يقول الشيخ كمال الحيدري يتهرب من الجواب وأنا أربأ من ذلك أربأ بك من ذلك يا شيخ كمال طيب سألناك في الأسبوع الماضي قلنا لكن نحن سلمنا بأن أهل البيت هم من كانوا في الكساء ولكن من أين لكم أن أهل البيت كذلك بتسعة من أولاد الحسين من ابن من زوجته الفارسية ولم تجاوب لماذا لا تجاوب مباشرة طيب وهذا هو السؤال إن شاء الله هذا هو السؤال هذا السؤال من أين نعم. لك جي تسعة جي من أبناء الحسين جي جي من زوجته نعم. الفارسية هذا تكرار بعد هذا إن شاء الله واضحت لا خلي أجيبه حتى طيب. أنه لا يقول بأنه تفضل أخي العزيز أخي العزيز، الأخ أبو عمار، احنا حديثنا، أنت تعرف منهجي في البحث، أنا حديثي الآن أن الأئمة التسعة هم من أهل البيت، لو أن نساء النبي يدخلون في أهل البيت أو يخرجون من أهل البيت، يا أي منهما؟ انا لا اتصور اني تكلمت عن قضيه الامام فيما يرتبط بالامام السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والثاني عشر من أئمة انا لم اتكلم في هؤلاء التسعه انا كان حديثي منحصرا في هذه الجهه يا, يا, يا أبنائي ويا مشاهدي في كل العالم الإسلامي حديثنا أن أهل البيت في آية التطهير هل تشمل أزواج النبي أو لا تشمل أزواج النبي أنت تقول أقررنا أقول سلمنا إذا آه. إذا في المرحلة الأولى ماذا نسلم أنت بيابي. تسلم أن أزواج النبي لا يدخلون في آية التطهير نعم اذا سلمت معي الان تعال معي الى المرحلة الثانية وهي انه هؤلاء الخمسة هل صرحوا بمن بعدهم من هم أهل البيت الذين بعدهم من أم لم يصرحوا نعم. هل أن رسول الله بيّن أنه من هم أهل البيت وما إمام. هي مواصفاتهم أم لم يبين أقول لك بشكل واضح وصريح طبعا بنحو الفتاوى كما يقال أولا رسول الله قال هؤلاء أهل بيتي هم الذين لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم القرآن, القرآن يعني هم ماذا؟ يعني هم عدل الكتاب وهذا هو حديث الثقلين المتواتر أهل بيتي تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل, أهل بيتي. بيتي من هم أهل بيتي؟ هؤلاء هؤلاء التفتوا نعم هؤلاء الخمسة التضح أربعة اتضحوا الباقي من هم؟ الباقي من هم؟ الجواب أن, ال... أن الروايات الصحيحة عندنا والصحيحة بين علماء المسلمين جميعا قالوا خلفائي من بعدي اثنا عشر ونحن بحسب نصوصنا وجدنا أن هذا ينطبق على ماذا ولكن مع الأسف أنا أربأ بك أنت عندما تقول أنا مسلم فارسي وعربي أليس القرآن يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا هو منطقكم منطق هذا فارسي وهذا عربي أنهم فرص. افترض انهم فرص افترضوا انهم فرس ثم ماذا يعني يعني انت واقعا تجعل العربيه هي المقياس وهذا مقياس قومي هذا لعلك تخرج به من الدين أخي العزيز لذا أنا أربأ بكم أن تدخلوا مثل هذه القضايا تعالوا فليكن منطقكم منطق إسلامي قرآن قائم على أساس إن أكرمكم عند الله أتقاكم عربيا كان أو غير عربي والله غريب يعني هذا المنطق الذي نسمعه من هذا الأخ العزيز متأثرا ببعض هذه الكلمات التي تصدرنا وهناك إذا نحن نقولهم اثنا عشر ونقول أنهم لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم القرآن وأنهم المهديون وأنهم الراشدون أنتم فسرتموها في في فلان وفلان وفلان وفلان, وفلان و و و معاوية. وعمر وعمر ومعاوية وأبو وأبو بكر ما أدري أو عبد الملك بن مروان وأولاد عبد الملك بن مروان نحن لم نوافق على ذلك قلنا أن أحاديث قالت أن هؤلاء مراد بهم علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين إلى آخر القائم إذا أعزائي إذا أولا هذا خروج عن البحث عندما تقول لي بأنه لماذا لا تجيب لا يا أخي أجبتك ولكن منهجي أن لا نخرج عن موضوع البحث هذا هو الطريق المنهج الذي تبعنا وهو أن حديثنا الآن ليس في من هم التسعة بعد هؤلاء الخمسة وإنما من هم هؤلاء الذين طهرهم الله تطهيرا اذا انت قبلت هؤلاء الخمسه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم اذا لا بد ان تلتزم بعصمتهم واذا التزمت بعصمتهم فلا بد ان تتبعهم ولا يجوز لك ان تتبع غير المعصوم مع وجود المعصوم كخليفه لرسول الله صلى الله, صلى الله عليه واله, وآله. نعم. ومن طهارتهم انهم نصوا على هذا وعلى هذا يأتي وعلى هذا, هذا ان شاء الله يأتي. الاخ ابو حسين من الكويت تفضلوا نعم،, نعم تفضلوا. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام, ورحمة السلام ورحمة الله ورحمة تفضلوا. الله يعطيكم العافية وتحياتي لك يا مذيع. مرحبا بك تفضلوا. تحياتي لك مقدم البرنامج. حياكم الله تفضلوا تفضلوا نعم. وتحية حارة من القلب للشريف السيد حيدري الله يحفظك أخي نعم. العزيز. والله يفتح على أيده إن شاء الله ويسدد إرضاه. نعم. أنا عندي استفسارات بس يمكن خارج نطاق البحث بس ودي أن اذا يجاوب عليهم الحين او يخصص لهم حلقه ان شاء الله يعني ان شاء الله تفضلوا تفضل بإجازة تفضل اول شيء هو. ابي ابي الادله من القران والحديث على ولايه الامام علي عليه السلام وعلى تنصيب الخليفه من بعده من بعد سيدنا محمد صلى طيب. الله عليه واله وسلم طيب وابي اسال السيده زينب كانت موجوده لما نزل لما نزل حديث الكساء زين هل طيب. هي مع 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 الخمسه ولا مو معاهم؟ ليست مع الخمسه نعم. جزوة حتى وان كانت و... موجوده ليست معاهم و... طيب وابي اسال معاي؟ نعم طيب تفضل تفضل وابي اسال سؤال عن الائمه ال 12 عليهم السلام زين هل... 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 هل 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 يوحى لهم؟ طيب نعم السؤال الثالث و... ما سمعته سمعته سيدنا طيب نعم هل يوحى لهم او لا؟ نعم جزاكم الله خيرا طيب هذه الاسئله الثلاثه، اما فيما يتعلق عده عندنا اتصال تفضل محمد من الجزائر تفضلوا الاخ محمد من الجزائر تفضلوا الو السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام ورحمكم ورحمكم ورحمة, ورحمه الله الو السلام عليكم وعليكم الله. الله. السلام تفضل. ورحمه الله تفضلوا وعليكم السلام ورحمه الله تفضلوا نورتم قلوبنا الله ينور عليكم الله, الله. يحفظكم إن شاء الله ويتقبل اعمالكم آه نطلب منكم الدعوه من الدعوة من الجزائر نطلب منكم الدعوة ادعوا لنا ان شاء الله. وتحياتي للسيد كمال الحيضري وبارك حي. الله فيكم حياكم الله وجزاكم الله خير اي الف خير اطلب منكم حصه استثنائيه المهدي المنتظر عجل الله فرجه ان شاء الله ان شاء الله طيب نعم احسنتم وايضا تنبارك. نحن نسالكم الدعاء والله يوفقكم ويحفظكم ان شاء الله ويثبتكم على الصراط المستقيم نعم اخر اتصال الاخ نعم. ابو ياسر من السعوديه تفضلوا ابو ياسر تفضلوا نعم الاخ ابو ياسر من السعوديه تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام, السلام الله. السلام تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله, الله. تفضلوا الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضلوا جزاكم الله خير حياكم الله نعم. العزيز كمان لو سمحت انا عندي السعر. طيب ما هو السؤال تفضلوا نعم تفضلوا بإجازة الوقت قليل جدا أخي الكريم تفضلوا طيب طيب نعم نعم إذا الصوت لم يكن واضحا وانقطع الاتصال مع الأخ أبي ياسر نعتذر له نعم، إذا بالنسبة للأدلة من الكتاب والسنة هذه تحتاج إلى لا في الواقع بأنه إن شاء الله تعالى في أول فرصة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن أدلة التي يمكن الاستفادة منها من القرآن ومن النصوص المعتبرة والمقبولة والصحيحة والصريحة التي بينت أن الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام هو خليفة رسول الله، بعبارة أخرى أنا لا أحتاج إلى هذه الكلمة، أنا أحتاج إلى أن الإمام أمير المؤمنين كل الذي ثبت لرسول الله فهو ثابت لمن؟ لعلي يعني عليه. عليه أفضل الصلاة والسلام، فإذا ثبت لرسول الله أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم فعلي أيضا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فإذا ثبت أن علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم, أنفسهم. أنا لا أتصور أن أحدا يمكن أن يتقدم عليه في مسألة الإمامة والخلافة بعد رسول الله. أيمكن أن يتقدم أحد على رسول الله في زمانه بالإمامة والخلافة أو لا يمكن؟ أبداً. لا يمكن. كذلك من هو نفس رسول الله ومن هو كرسول الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ إذن لا يمكن أن يتقدم أحد عليه في الخلافة أبداً. والإمامة بعد رسول أحسن الله. هذه لعلي لعلي. أرجو إن شاء الله. الله أن وفق إلى. ذلك ان شاء الله في يوم الغدير لعلنا نقف عند هذه القضيه ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى طبعا باستثناء النبوه قال سماح سيد كل ما ثبت باستثناء النبوه بل واضح ذاك نعم. الا انه لا نبي بعدي لحسنته. انا اتصور هذه القرائن نعم. العقليه ثابته لحسنته. ومتصله ولبنيه نعم. طيب. السؤال الثاني شنو كان؟ يعني وجود زينب عليه السلام الجواب اخي العزيز الان انا لا اعلم ان اقول بانها كانت موجوده او غير موجوده ولكن سواء كانت موجوده، نعم موجوده كانت ولكنه سواء كانت موجوده او غير موجوده فإنها ليست من أهل البيت بهذا المعنى وإن كانت من أهل البيت في بمعنى معنى ماذا؟ حسنة. بالمعنى الواسع يعني إذا أردنا أن نتكلم أهل البيت بمقتضى الآية المباركة الجواب ليس غير هؤلاء الخمسة وغير أولئك التسعة الذين يأتي الحديث عنهم بعد ذلك أما بالمعنى العام نعم هم كذلك سؤال م. الثالث هل م. أن محايا 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 الجواب؟ م. اذا قصدت من الوحي ذلك الوحي التشريعي الذي هو خاص بالانبياء فالجواب كلا والف كلا لا يوحى اليهم بذاك المعنى الذي يرتبط بالتشريع وبالنبوه لانه ختم وهذا ما صرح به الامام امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام في نهج البلاغه لا. واما اذا كان مقصودك انهم يلهمون وانهم متصلون بالله سبحانه وتعالى بطرق مخصوصه وهو المعبر عنه بالالهام فانه بينت بشكل تفصيلي في كتابين علم الامام والراسخون في العلم ان هذا ثابت للائمه عليهم افضل الصلاه والسلام بل يمكن ان يثبت لغير الائمه أيضا احسنتم شكرا لكم سمعت ايات الله سيد كمال حيدر شكرا لكم مشاهدينا الكرام الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته